والله مزعوج. ليش؟ والله مزعوج لأنه هاي الدبابات دباباتنا وهذا العتاد عتادنا وهذا العناصر عناصرنا. والله العظيم والله العظيم كل ما أشوف إنسان مقتول منا أو منهم بزعل. نحن نطردهم خارج حدود هذه المنطقة. نعم أقولها خارج حدود المنطقة لأنه أقول قولي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. فلا بد أن يستجيب القدر. الله العظيم اليوم شوية انكسرنا بس بالله راح نعد العدة وندخل بشكل قوي. احنا بنوجه رسالة للنضال. نعم. بشار الأسد هذا أخونا. نعم. هذا علوي. أنا عايش باللاذقية 22 سنة. نعم. ولك ليش زجيت طائفتك بمعركة خاسرة وخليتهم يكرهوا السنة؟ ليش؟ يعني أنت ما بتفكر كيف بدنا نعيش مع بعض؟ ولك غصب عنك رح نعيش معهم ونتواصل معهم. وأنا بعرف العلوية طيبين وكويسين وحبابين ولك وفقراء. والله يا عاشر قالت فرق بس هن اللي عايشين وهذول حطونهم يقود. شارة مدرسة المشاة خلي ضوي لي هون الجيش العربي السوري رح نكتب الجيش الحر السوري وهي رقم الدبابة هاي عربة مصفحة رح أحط عليها دبابة رشاش 23 14 ونص رح أهجم فيها عليكم. Thank you.